طيب ممكن نختم برساله من حضرتك برضو لجماهير الاهلي المستاءه بطبيعه الحال، لان الوضع ما اعتقدش فيه اهلاوي حتى والله غير اهلاوي. انا اعرف ناس اصحابي فعلا مستائين وما لهمش علاقه بالاهلي، يعني مش اهلاويه، بينتموا لنوادي اخرى، فعلا عندهم حزن. انا بكلم حضرتك بجد. لا هو الجمهور الاهلي ده مسمينه دلوقتي اللي لا يرحم، لازم البطولات وكده. لا هو الرحمه كلها الجمهور الاهلي. هو الرحمه بعينها. يوم ما اتغلبنا من سان داونز جماهير الاهلي كلها، واحنا جايين نلعب سان داونز هنا في اسكندريه، بيسقفوا قبل وبعد الماتش ولغايه لما جينا كسبنا سان داونز مرتين بعد كده وخدنا منهم يعني ده الرحمه كلها هو جماهير النادي الاهلي، الحب كله الجارف للاعيبته هم جميل. هو الجمهور عايز من لعيب انه يبقى احسن واحد في الدنيا، صحيح، عشان يتغنى باسمه، اكيد بيقول له انت عندي هنا، انا جاي لك عشان اتفرج عليك عشان انا بحبك. هو الجمهور ما عندوش اي قسوة على اللعيب، على فكره ما عندوش اي هجوم على النادي بتاعه ولا نيه. بالظبط، ده افتح الملعب دلوقتي وقول لجماهير النادي الاهلي تيجي، هيشيلوا اللعيبه دي شيل من اول لاخر قصر النيل لغايه عندنا هنا في المهم بس ان الجماهير دي اللي بتبتسم بالرحمه، على حد تعبير حضرتك، احنا محتاجين نرحمها بقى من الكوارث التحكيميه ومن الفار وعبايده. هم يرحمهم هناك. هم يرحمهم.